لبسنا لبس باتمان المناسب كان قدرنا نطير. كلامك مو منطقي أبداً. أنا يوم مثلج مرة ثانية في مدينة نيو فاوند لاند في كندا، يستمر الثلج في التساقط على الساحل. خلنا بس نقول لا تفكرون تسبحون اليوم. ما حد بيكون هناك الحين، مع أنه بيكون حلو لو نلعب بالثلج ونسوي ملاك ثلج ورجل آلي ثلجي سوا. هذا اللي يصير لما تعيش جنب القطب الشمالي. وش قربهم للقطب؟ يعني حول 4000 كيلو عن القطب الشمالي. أقرب مننا بكثير. السلام عليكم. هلا والله مريم، شخبارك؟ مين على الخط؟ أبشري، برسله بكرة. وش تبيك ترسلين؟ صوتك غريب شوي، كأن حلقك ناشف، شو السالفة؟ عساها طيبة. موجة حرب بريطانيا. أجل يبيلك غطسة سريعة في المسبح. يلا حبيبتي باي. أجل مريم اللي كانت على الخط قالت عني شيء؟ سألت عني؟ ما جابت سيرتك، تركت دفترها عندي يوم زارتني وقلت إني برسل لها. أنا أقدر أرسل لها. شكراً. في شيء؟ إيه، عندهم موجة حر فظيعة. موجة حر؟ على الأقل ما هم قريبين من القطب الشمالي. تبي الصدق؟ اسحب الخريطة من جسمك. تقريبا نفس المسافة اللي بين نيو فاوند لاند والقطب. غريبة. أجل كيف الجو حار ببريطانيا وبارد مرة بكندا مع أنهم يبعدون نفس المسافة عن القطب الشمالي؟ إيه والله غريبة. على ما يبدو درجات حرارة الهواء في نيو فاوند لاند أبرد من بريطانيا. بس ليش؟ يمكن هالخريطة تساعد. بس هذا ما يوضح شيء. المذيع ومريم جابوا سيرة الموية. المذيع قال لا تسبحون، وأنا قلت لمريم روحي خذي لك غطسة سريعة في المسبح. إيه طيب. يمكن درجة حرارة الموية لها علاقة. مو كلها نفس الموية؟ خلينا نشوف. السهم الأحمر يبين لنا الموية الدافية اللي جاية من المناطق الاستوائية، وهذا تيار الخليج. وهذا السهم الأزرق المتجه لمدينة نيو فاوند لاند مو دافي مثل الموية اللي جاية عبر تيار الخليج. أكيد التيارات البحرية هي اللي مسبب اختلاف درجة حرارة المياه. إيه بس هذه درجة حرارة الموية فقط. طيب والهواء؟ أكيد الهواء البارد من المحيط هو اللي يأثر على اليابسة. فكرة حلوة والله، خليني بس أفهم. مو بس حلوة، قول فكرة رائعة. إيه مرة حبيتها. كنت دارية. إيش قاعد تسوي؟ أشتري تذكرة سفري. بما أن صارت عندي فكرة عن الطقس هناك، قررت أسافر وأرجع لها دفترها يد بيد. أتوقع هي بتفضل كذا، صح؟ أكيد. الحين تقدر تخلي بدلة الثلج وتروح.